فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أو امرأة تسأل فتقول: ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف والمرأة حائض وهي في المدرسة؟ لا يجوز لها مس المصحف مباشرة. قراءة القرآن عن ظهر قلب هذه محل خلاف بين العلماء، لكن إذا احتاجت إلى القراءة لاختبار أو نحو ذلك يرخص، لكن ما تمس المصحف مباشرة تكون منورة حائض. نعم.